احمد بريجه النائب الاول لرئيس مجلس عماله الدار البيضاء. بالنسبه لنا احنا في عقدنا اليوم الدوره العاديه لمجلس عماله الدار البيضاء، وهي دوره عاديه نص عليها القانون التنظيمي 112/14 كيقول لك يعقد المجلس دورته العاديه لشهر يناير في الاسبوع الثاني من شهر يناير من كل سنه. وبالفعل درنا هاد اللقاء هذا وهاد الدورة هذه اللي دازت في ظروف جيدة ومسؤولة، وإن شاء الله غادي نديرو دورة استثنائية. علاش؟ باش نشوفوا ديك الاتفاقيات الغير مفعلة باش نفعلوها، وندوزوا كذلك ندوزوا لتطبيق وتنزيل البي دي بي برنامج تنمية العمالة 2022-2027 باش ان شاء الله نحاولوا ان نرفعوا من الوتيره ديال الانجاز، ونحاولوا ننزلوا على ارض الواقع جميع المشاريع المسطره في اطار برنامج تنميه العماله، في اطار الاتفاقيات مع القطاعات الحكوميه المعنيه بالامر، خاصه التعليم والصحه، وكذلك في محاربه الهشاشه والفقر والظاهره ديال المتسولين والمتشردين، ومقاربه النوع، وكذلك ان شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا متضامنين مع الجماعات الترابيه الاخرى، مجلس جهه الدار البيضاء سطات، وكذلك مجلس مدينه الدار البيضاء، باش تكون ان شاء الله هذه التنميه شموليه، وتكون تنميه مستدامه، وتكون واحد التنميه اللي غيكون فيها مجلس العماله هو كذلك فاعل من الفاعلين السياسيين على مستوى تنميه وتاهيل مدينة الدار البيضاء. تناقش هذا الموضوع كنناقشوا في إطار مجلس المدينة، وكاين مجهود كبير على مستوى البيئة وعلى مستوى النظافة اللي ولات كنصرفوا فيها تقريبا واحد 110 المليار ديال السنتيم. علاش كنشوفوا المدينة دابا نظيفة؟ لأنه كاين اعتمادات مرصودة لهذا الغرض، والجانب البيئي راه من الاختصاصات الذاتية ديال مجلس المدينة. وبالفعل حنا كنواكبوا بحكم العضويه ديالنا في مجلس المدينه، كنواكبوا هاد الديناميه وهاد الحركيه وهاد القفزه النوعيه اللي عرفتها القطاعات، عده قطاعات مدينه الدار البيضاء، وعلى راسها القطاع البيئي وقطاع النقل اللي عارفين واحد الاهتمام كبير وواحد العنايه خاصه من طرف جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، لانه النظافه تشكل اولويه من اولويات المنتخبين.